للمزيد بينضم إلينا عبر سكايب من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي ماك شرقاوي. أهلا بحضرتك أستاذ ماك، وكيف ترى كل هذه الاتهامات المتلاحقة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وتأثيرها على ترشحه في الانتخابات؟ أهلا بك شادي، وأهلا بجمهورك الكريم، مساء الخير عليكم. أعتقد المحاولات يعني مستميتة من الديمقراطيين لمحاولة عرقلة الحملة الانتخابية للرئيس ترامب وشغله عن حملته الانتخابية الرئيس السابق ترامب. وأعتقد أن يعني الكشف الجديد أن المدعي العام يريد أن يوجه 3 اتهامات في أحداث 6 يناير للرئيس ترامب. الاتهامات المعروفة واللي كانت بتدور حواليها التحقيقات ولجنة المحلفين العليا اللي بتنظر هذا الموضوع هي التآمر للاحتيال على الحكومة وعرقلة الإجراءات الرسمية. دول القانونين اللي كان يعني مادتين الاتهام اللي هتقدم دي. من هذا بيفكروا يزودوا المادة الثالثة وهي يعني لم تطبق من الحرب العالمية من حرب الأهلية الأمريكية في يعني نهاية القرن ال 18، وهي مادة 241 من قانون 18 للولايات المتحدة الأمريكية اللي يعني وقوع جريمة تآمر لاضطهاد أو تهديد وتخويف الآخرين من الانتخاب، ودي كان بيستخدمها العملاء الفيدراليين، يعني اللي هو قانون الحقوق المدنية بيتهموه بانتهاك هذا القانون. بالضبط يا فندم، ولما كان بيستخدم في الحرب الأهلية بيخلي العملاء الفيدراليين ان هم يقدروا يتهموا الجنوبيين من منعهم السود اللي هم خرجوا من الاستعباد من التصويت في الانتخابات. طبعا هم ازاي هيوصلوا لده؟ هم بيسألوا شهود كتير منهم الدائرة القريبة منه، صهره جاري كوشنر وأولاده، هل هو اعترف لهم ان هو خسر الانتخابات؟ يعني هو هل اعترف بخسارة الانتخابات ولكنه كان يفعل هذا للإضرار بالانتخابات؟ ده اللي هيوجه له هو تهمة المحاولة لتزوير الانتخابات لصالح، وهو ليس فقط يعترض أن هناك كان تزوير ضده. فهو لو كان اعترف في مجالس خاصة بينه وبين يعني دائرة القريبة منه أهله أنه هو خسر الانتخابات، ده ممكن ياخدوه ذريعة أنه كان يعرف وله سوء النية، فيقدروا يثبتوا سوء النية حتى يتم تقديم هذا الاتهام. هو بالتأكيد هذه الاتهامات كلها لا يمكن إثباتها، صعب جدا إثباتها الدخول إلى نية المتهم في ارتكاب الجريمة، ولكن هي المحاولة للضغط. طيب على يعني عندما يعني يتم استخدام قانون الحقوق المدنية وأنه ترامب متهم بانتهاك هذا القانون، يعني البحث عن قانون لم يطبق منذ الحرب الأهلية الأمريكية يا أستاذ ماك، يعني أليس هذا غريبا بعض الشيء؟ هو الأمور بدأت واضحة، يعني كل الاتهامات السابقة للاتهامين الجنائيين اللي ضده الضرائب وموضوع الوثائق دول يعني نفعوه في حملته الانتخابية وزودوا أرقامه. فيعني أعتقد أن هذه أيضا سوف تساعده وهتزود أرقامه في الفترة القادمة، لأن النهاردة بدأ يتأكد الناخب الأمريكي أن هناك اضطهاد وأن هو فعلا ويتش هانت، يعني صيد الساحرات فعلا. هو يعني الرئيس بايدن بيستخدم كل أجهزة الدولة لمحاصرة خصمه السياسي، ولكن يبدو يعني أن الأمر جدي، لأنه بعض الجمهوريين حذروا من أنه توجيه لائحة اتهام جديدة لترامب في أحداث 6 يناير من الممكن أن تؤثر على فرص ترشحه للانتخابات. ومش كده وبس، ممكن أيضا تؤدي إلى العنف في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الناخب الأمريكي الجمهوري الذي يعني يريد الرئيس ترامب ويحبه وهو في كتلته الانتخابية أعتقد لن تمر الأمور بهدوء. افتكر معايا أما حصل مارالوجو واقتحموا بيته حصل إيه؟ 3 حوادث إطلاق نار على مكاتب الـ FBI في ولايات مختلفة، إطلاق نار على مكتب FBI. فأعتقد أن بالتأكيد يمكن أن تكون هناك يعني تحريك إلى مشاعر هؤلاء الناس، ولا أحد يضمن ماذا سوف تكون ردود الأفعال ما إذا استمر الديمقراطيين واستمرأوا هذا النهج أن هم يستهدفوا الخصم السياسي الموجود الآن أمامهم في الانتخابات. أعتقد لابد أن توقف كل هذه الإجراءات الجنائية إلى أن يتم الانتهاء من الانتخابات، زي ما حصل قبل كده في 2016 وكومي رئيس الـ FBI في هذا الوقت أوقف التحقيقات مع هيلاري كلينتون لحين انتهاء من الانتخابات. فأعتقد أن الجمهوريين الآن بدأوا يشعروا بالاضطهاد السياسي الذي يقع على مرشحهم المحتمل، والذي أعتقد أنه أكبر نسب للفوز في ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات القادمة هو الرئيس ترامب. فأعتقد أن هذا سوف يزيد حالة الاحتقان السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتأثير ذلك على مستقبل الانتخابات ما هو يا أستاذ ماك؟ أعتقد أنها سوف تكون حملة شرسة
ويعني سوف نرى الكثير من المفاجآت والكثير من الفضائح. الديمقراطيون الآن يحضروا إلى تحقيقات موسعة مع هانتر بايدن وأيضا وزير العدل، واتهامه بأنه يعمل لصالح الرئيس ترامب، الرئيس بايدن ضد الرئيس ترامب. وهناك أيضا محاولات في الكونغرس الأمريكي لمحاولة إمبيتش، يعني إزاحة وزير العدل من السلطة، وهو إجراء متبع يتعب مع كل الممثلين الفيدراليين في الحكومة، يمكن أن يتم إزاحته من السلطة فعلا وزير العدل. أعتقد أن وزير العدل أثبت في الفترة الأخيرة عندما تقدم بتسوية قضائية مع هانتر، يعني بيغل يد القاضي أن ينظر القضية، عندما يكون المدعي العام زي ممثل النيابة كده عندنا في مصر هو اللي بيطلب من المحكمة أن تغل يدها عن محاكمته. فأعتقد الجميع النهاردة يرى وزير العدل أنه أداة في يد بايدن للبطش به الرئيس السابق ترامب، وأيضا إزاحة كل ما هو يعني ضد بايدن من الساحة، وبالتأكيد ابنه هانتر بايدن، وأيضا هناك أخوه جيمس بايدن. هناك أيضا الكثير من علامات الاستفهام على الكثير من العمليات التي نفذها وتربح منها بصفته أخو نائب الرئيس في هذا الوقت، وأيضا نائب الرئيس الأمريكي في ذات الوقت. أيضا نائب الرئيس الأمريكي هناك أيضا اتهامات، وهناك تحقيقات سوف تتم معه مع الرئيس الحالي عندما كان نائب رئيس في حقبة الرئيس أوباما. فهناك بالتأكيد الكثير من المفاجآت، سوف تكون انتخابات ساخنة جدا. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل، كنت معنا من نيويورك عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماك شرقاوي.